وبركاته. النهارده في الفيديو ده هكلمك عن الاوراكل برنامج قواعد بيانات. ايه هو الاوراكل؟ على فكره انا في الفيديو ده بنتكلم، لو انت مهتم بالبرمجه فبنديلك شويه معلومات عن الاوراكل. يعني ايه اوراكل؟ ده برنامج قواعد بيانات. يعني ايه قواعد بيانات؟ بالبلدي كده ابعد عن الموضوع ده، هكلمك في موضوع تاني. انت عندك محفظه بتحط فيها بيانات، يعني مثلا الصف ده بحط فيه حاجه والصف ده بحط فيه حاجه، بس للاسف المحفظه ما فيهاش فلوس. ولو حبيت انادي على حاجه معينه بشوف انا حاططها فين، هنا ولا هنا. محفظه هو برنامج بتحجز مكان على الكمبيوتر، برنامج بيحجز لك مكان على الكمبيوتر محطوط فيه البيانات، البيانات اللي هي تكست رينج انتجر الى اخره، في شكل ايه؟ في شكل جدول، وبنادي عليها عن طريق جمل استعلام ل اس كيو ال. طب ايه الفرق بين اس كيو ال و اس كيو ال بلس، وايه انواع برامج قواعد بيانات؟ انواع برامج قواعد بيانات غير الاوراكل، يعني الاوراكل ده يعني برنامج مش قواعد بيانات بس، ده البرنامج الاوراكل ده في اوراكل فورمز، في اوراكل ريبورت، في اوراكل دي بي اي، وفي اوراكل داتابيز، وفي طبعا في انواع تانية كتيرة يهمنا في الاوراكل، واعظمهم اللي هو اوراكل قاعدة بيانات. طيب انت تختار بقاعدة بيانات اس كيو ال سيرفر ولا اوراكل؟ والله الاس كيو ال سيرفر معمول عشان يدلعه بيه مبرمج اسهل ليك، لكن الاوراكل معمول مخصوص اصلا عشان يهتموا بالعميل العميل. فطبعا من وجهة نظر كل شركات في العالم الاوراكل افضل، بس بالنسبة لك في صعوبة في التعليم او في صعوبة في انشاء البرامج من خلال عليه. لو انت عندك برامج عايز تعمل لها مثلا بشكل سريع استخدم سيكوال، لو الزبون عنده صبر اشتغل على الاوراكل. لو انت حاطط في السي في بتاعك انت راجل بتشتغل داتابيز اوراكل، انت مكانك في شركات او ليك اولويه عند اي حد طبعا في مصر في كل دول العالم. انا طبعا الحمد لله بفهم في اوراكل وعامل فيها دروس كورسات كتير قوي كمان على القناه بتاعت اسمها انا المبرمج المحترف على اليوتيوب. المهم خلينا نخش بقى في بيت الموضوع. ايه حاجه احنا بنتكلم في الاوراكل دلوقتي، نسيت كنت عايز اقول لكم ايه. اس كيو ال بلس، انا بنادي على البيانات من خلال حاجه اسمها الاس كيو ال. ايه الفرق ما بين الاس كيو ال واس كيو ال بلس؟ اس كيو ال اللي هي لغه اسمها لغه الاستعلام، يعني انا بستعلم او بحط بيانات او اي حاجه. الاس كيو ال بلس اللي هي برضو لغه اداره قواعد بيانات، لغه اداره قواعد بيانات بستخدم من خلالها لغه الاستعلام عشان اقدر اتحكم في القواعد، اداره قواعد بيانات اللي هي اسمها دي بي اي، اللي هي بمعنى الصح لو انا عايز اعمل انلوك مثلا يوزر، اكريت اليوزر، اوريدي اليوزرز موجوده فيها حاجه اسمها عندك سيستم وسكوت واتش ار، وكل واحد دي فانكشن معينه ودور معين مختلفه طبعا عن من طب البديل ليها في الاس كيوال، يعني سيكوال في اليوزر فيها اس اي ممكن تكريت زي انت ما عايز، وبرده اوراكل بتكريت زي انت ما عايز، بس اوراكل بقى مهتم بموضوع اليوزرز ده قوي بالذات عشان كل يوزر ليه صلاحيه على مستوى الكمبيوتر مش على مستوى البرنامج. لكن السيكوال برضه الإصدارات الأخيرة خلت اليوزر ممكن يكون قريبة، الصلاحية بتاعته قريبة على الكمبيوتر شوية كمان، يعني من الآخر كده مينفعش أفتح اليوزر إلا لما يكون يعني مربوط باليوزر بتاع الكمبيوتر نفسه. ده بالنسبة للأوراكل، يعني في حماية كبيرة جدا متكاملة. فانا عشان وفي طبعا تاسكات تانية كتير جدا انا عايز اكريت عايز اكريت او عايز اعمل اي حاجه السكيما، في حاجه اسمها في الاوركل حاجه اسمها سكيما، السكيما اللي هي ظهريه الاتش ار والحاجات دي كلها. فانا عشان افتح السكيما محتاج اختار قاعدة بيانات من خلال الاس كيو ال بلس. يعني عايز اقول لك الاس كيو ال ده برنامج جوه الاوركل، الاس كيو ال بلس ده بكتب جوه برنامج الاس كيو ال لغه الاس كيو ال بالمرادف بتاعها في السيكوال. البرنامج اللي بكتب فيه الاس كيو ال ما هي مجرد شاشه بيضاء بس ملوش اسم. شفت الفرق عامل ازاي؟ يعني حتى في اوركل معظمينها جدا، الاوركل بتسمح لك ان انت تقرا وتكتب من خلال فيها من خلال الادو بتعملوا لك كلاس لايبرري اسمها اوراكل، نسيت اسمها اوراكل كلاينت، هما الاوراكل عاملاها بتحطها في دوت نت سواء ويندوز ابلكيشن او اي سي بدوت نت، بتخلي البرنامج بتاعك يقدر يتصل بقواعد بيانات اوراكل ويرمي في بيانات فيها ويقرا بيانات ويعمل، وتستخدم الادو دوت نت عادي خالص. وبرضه الاوراكل خليك تدعم نظام الاندرويد وتستخدم جي دي بي سي، جي دي بي سي اي الكلاس عشان تقدر تاكسس الاوراكل، وبرضه ممكن تعمل اي سي بي دوت نت وترميها في ويب فيو، ومن خلال الويب فيو ده بتقدر تكتب بقاعد بيانات اوراكل. يعني اوراكل ده بصراحه معلم على الاخر خالص، انت ليك حريه اختيار، شوف عايز تتعلم ايه كله موجود. السلام عليكم.